أهلا بكم إلى موضوعنا الأخير. يبدو أن المشهد اليمني يسير باتجاه الاتفاق والتهدئة على مسارات عدة، فبعد جولة من المفاوضات والمشاورات بقيادة المملكة العربية السعودية تم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من المنتظر التوقيع عليه يوم الثلاثاء المقبل. ويتضمن الاتفاق تشكيل حكومة يقودها الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف المستحقات المتأخرة لموظفي القطاعات العسكرية والمدنية في المحافظات المحررة. وعلى صعيد متصل تم الإعلان عن تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الذي يهدف إلى المطالبة بوقف الحرب في البلاد وإنقاذها من حالة الانقسام والتردي من مختلف المجالات والمستويات، من خلال الدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة. اتفاق اليمن يفتح بابا عريضا للسلام، وترعى طبعا المملكة العربية السعودية التي هي تعودت أن تكون دولة صانعة للسلام. إيش تعليقك أستاذ عقل على هذه البشارة إن شاء الله؟ يعني توقيع الاتفاقية شيء مهم، والمصاعب اللي مرت فيها أزمة اليمن مش عملية سهلة. يعني الناس يعتقدون بأنه سهل يتفقون وسهل، يعني مش صحيح. هذه موضوع حرب استمرت 5 سنين، صحيح احنا في الخامسة، وبين دول متجاورة ايضا، ودول تحالف في تشكيل تحالف، فمش عملية سهلة. انا اعتقد انه يعني التحالف اليوم بهذا الاتفاق على الاقل يؤكد للجميع بان التحالف لم يذهب لليمن لاحتلاله، وانما الهدف هو ايجاد حكومة شرعية تحمي اليمن وتحمي جيران اليمن يعني من الاشرار. ممتاز. الشيء المهم انه الان ربما انا هذا يعني رايي الشخصي، بانه ربما وجود يعني الجنوب والشمال يعطي مساحة للأطراف كلها أن تكون جزء من هذا الاتفاق. إلا هي شراكة أصلا مناصفة بين الشمال وال... قصدي أنا الأطراف اللي لم تدخل في الاتفاق الآن. إيش تعليقك يا دكتور، خاصة أنه هذا الاتفاق يحترم يعني جميع مكونات الشعب اليمني؟ ما في شك أنه خبر مهم جدا، وخبر مفرح أيضا، وخبر يعني يدعو إلى كثير من الاغتباط وكثير من التفاؤل بمستقبل المنطقة كلها، مو بس مستقبل اليمن. لأنه أنت تعيش المنطقة في حالة حرب مستمرة 5 سنين أو 4 سنين أو حتى لو سنة واحدة، هذا شيء مؤلم ومحزن ومزعج ومعطل للتنمية ومعطل لكل تطلع إلى المستقبل نهائيا. خلينا ننظر للعملة من وجهيها. الوجه الأول هي وجه الحرب، اللي طبعا المملكة العربية السعودية والتحالف قادها في اليمن بمبرر واحد، وهو أنه لن يقبل السعودية بسقوط الشرعية أو اختطاف الدولة من قبل أي حزب أو أي ميليشيا، الحوثيين أو غيرهم، من جهة، ومن جهة أخرى لن يقبل بوجود إيران على حدوده وبتدخل يعني مزعج وسافر مثل ما حصل في لبنان وفي سوريا وفي غيرها. فكان الوجه هذا وجه موجود لكنه وجه مبرر شرعيا وقانونيا. الآن المملكة العربية السعودية بدأت تحس أنه لا، خلينا نجرب الوجه الآخر للعملة اللي هو وجه السلام، بحيث أنه أدرك الحوثي وأدركت الميليشيات الأخرى الصغيرة الموجودة في اليمن أنه الحرب لن تؤدي إلى طريق، وأن الموضوع حيستمر أكثر، وأن اليمنيين حيتعبون أكثر، وأن البلد سيتدهور أكثر. فالمملكة نفسها هي التي الآن تقود عملية السلام، بمعنى أنه إذا كانت الحرب حربا فنحن لها، وإذا كانت السلم سلاما فنحن أهله وصناعه. وبالتالي ما تقوم به المملكة اليوم شيء أمر ملفت وعظيم جدا، وإن شاء الله يتحقق هذا التطلع، لأنه لا أحد في المنطقة لا السعودية ولا غير السعودية يريدون الحرب. ممتاز دكتور، برضو يعني للإحاطة، المرحلة هذه مرحلة اليمن الجديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين اليمن الشمالي وال... يعني هذه محطة جدا مهمة، تعزز السلم وتعزز الشرعية كذلك. يعني علينا نتذكر أن ليس هناك في هذا الاتفاق أي تراجع عن
الثوابت التي اختطتها المملكة العربية السعودية والتحالف منذ البداية، ولذلك هذا اتجاه في الاتجاه الصحيح، نتمنى أن يؤدي إلى سلام يعيشه اليمن، ويعني ليكون لجميع أبنائه ويكون مستقل وحر والقرار منه وإليه بدون تدخلات يعني تعيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ممتاز، فضل. هو اتفاق مهم يؤكد على أن المملكة ركيزة في الحل السلمي في اليمن، وأن المملكة تشدد على الجانب السلمي وليس جانب الحرب في معالجة المشكلة في اليمن. لخ عقل أشار إلى أن الحرب استمرت 5 سنين، أنا أعتقد أن المواجهة الداخلية في اليمن كانت حتى قبل علي عبد الله صالح وخلال علي عبد الله صالح والآن، وبالتالي مكونات اليمن هي في مواجهة دائمة، والمملكة تسعى إلى تقريب وجهات النظر وإزالة كل هذه المعوقات. أختم ببعض النقاط المهمة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي لهذا الاتفاق. المملكة لم تركز على شق أمني أو سياسي أو عسكري، بل أيضا أدخلت الشق الاقتصادي لأنه هو الضامن لتنمية اليمن ورضاء الجميع. وبالتالي هناك نقاط مهمة يجب الإشارة إليها فيما يتعلق بتفعيل دور الحكومة في الشق الاقتصادي ودور المملكة في دعم اقتصاد اليمن، شريطة أن يكون هذا الدعم موجها للتنمية الحقيقية في اليمن بعيدا عن استنزاف هذه الموارد لمصالح شخصية، بل يجب أن تكون لمصلحة اليمن. إيش اللي يضمن أنها تكون؟ أمران الآن سيضمنان تحقيق هذا الهدف. الأمر الأول هو تفعيل دور المؤسسات المالية التابعة للحكومة، وبالتالي نحن نتحدث عن البنك المركزي، نتحدث عن هيئة الرقابة والمحاسبة، نتحدث عن هيئة مكافحة الفساد، كل هذه الأمور ستحقق هذا الهدف من جانب. الجانب الثاني، المملكة لم تعد تقدم المال مباشرة إلى الحكومات كما كانت تفعل في دعمها لهذه الدول، أصبحت اليوم المملكة تقدم هذه الأموال من خلال مشروعات يقوم عليها سعوديون أنفسهم في داخل هذه الدول من ضمنها اليمن، وبالتالي ستضمن المملكة بإذن الله سبحانه وتعالى لليمن تنمية حقيقية متى ما اقتنعت الأطراف اليمنية في الداخل أن التنمية هي هدفهم الأساسي وليس الاحتراب كما يحدث الآن. وطالما تحدثنا عن السلم، نرى اليوم في لبنان وفي العراق ما الذي فعلته إيران في هاتين الدولتين، وما الذي تحاول المملكة أن تفعله في اليمن من دعم السلم الوطني وتحقيق التنمية. وبالتالي يجب على جميع الأطراف اليمنية أن تنظر إلى هذه الجهود السعودية بمنظار أولا تقديره، والثاني قبوله، المحافظة عليه لتحقيق أمن واستقرار اليمن واستقرار المنطقة بشكل كلي. شكرا لفضل أبو العينين والدكتور فهد العرابي الحارثي والأستاذ عبد الباهلي والدكتور حسان أبو حليقة، شكرا لهم ولكم، ونراكم الأسبوع القادم في أمان الله.